حياكم الله مشاهدينا مجددا، نلتقي بزائرة أخرى وطموح آخر في مدينة كربلاء المقدسة، بنين من بغداد. أهلا ومرحبا بنين. أهلا بكم. كانت زيارتك لمدينة كربلاء المقدسة في نهاية عام 2023 صدفة أم مقصودة؟ لا مقصودة، لأنه نريد نختم سنة 2023 بزيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس سلام الله تعالى عليه. بنين 2023 سنة كاملة مشت علينا، سواء كانت سريعة وأيامها بطيئة حسب كل شخص وإنجازاته. فد أشياء غريبة تحسين، أو عفوا فد أمور ما كنتي تحبيها ب 2023 وشغلات تريدين تغيريها بس ما قدرتي، وقررتي إنه تخليها واحدة من الأهداف لل 24. أول شيء بسنة 2023 ما كان عندي التزام بالصلاة، إن شاء الله بسنة 24 يكون ملتزم بالصلاة ونقدم جهود اكبر من الناحيه الدينيه، وان شاء الله سنه خير ان شاء الله. يعني عندك اهداف اخرى نتعرف عليها اذا يسمح لنا تسمحينا؟ ان شاء الله اطلع عفو عام، وان شاء الله يعني اكون مثل ما انا الشخص اللي ردت اكونه ب 2024 ان شاء الله. امين رب العالمين. بنين انا شفتك كلش حريصه ولازم العبايه ومتمسكه بيها، شنو تعني لك العبايه والحجاب ككل؟ الحجاب شيء حلو، ستر، يعني من تمشين بالشارع تحسين انه شيء جميل، يعني مميزه، تحسين نفسك ملكه بالحجاب. انت ملتزمه دائما ببغداد هنا باي مكان تكونين بيه؟ ملتزمه ان شاء الله، حاول التزم على العبايه. ان شاء الله امين رب العالمين، ربي يوفقك. بنين رسالتك لكل البنات اللي يمكن يردن يلبسن عبايه بس شويه مترددات، شويه انه اخاف تقيدنا، اخاف شويه يكون حجاب طويل يضايقنا بعملنا بمدرستنا، شنو تقولي لهم؟ لا بالعكس، الحجاب راح يعطي للشخص قوه اكثر حتى يكمل طريقه، للنهاية يكون، والعباية تكون شيء جميل للإنسان خاصة المرأة، لأنه نعرف إحنا بمجتمعنا المرأة خاصة هسه من جديد صارت المرأة شيء جميل يقتدون بها، فإحنا نخلي الناس تقتدي بنا بعوايتنا بحجابنا يلتزم به، حتى من الناحية الدراسية أو الدينية، من ناحية دراسية نقوي دراستنا حتى نكون شيعة علماء ويفتخر بها الامام الحجه. احسنتي. بنين هواي ركزتي على الدراسه، احسك تحبين الدراسه، اي صف انت؟ صف رابع علمي. ما شاء الله، ان شاء الله. شنو طموحك للتخرج؟ شنو تبدين تنقبلين؟ ان شاء الله طب عام، يعني العراق كله راح يصير اطباء ما شاء الله. زين ان شاء الله. اذا بنين في الاعوام القادمه نشوفك اجمل طبيبه ومتزينه وان شاء الله مكلله بهذه العبايه وتكونين قدوه لغيرك من البنات. اشكرك. شكرا جزيلا لك، وهديه بسيطه من قناه كربلاء. شكرا بنين والله يوفقك. رجعنا وياكم مشاهدينا، ومثل ما وعدناكم مستمرين بلقاءاتنا ويانا رتاج من بابل، وراح تقران سورة الكوثر. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا رتاج، انت قلتي لي بالكواليس حافظة سورة الكوثر صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أتيناك الكوثر وسرك ربك وانحر إن شانئك هو الأبكر. أحسنتي. يا أتي. العظيم عاشت ايدك رتاج، ورتاج هاي ختمتي السنه بسوره الكوثر، فشي مبارك عاشت ايدك. تعرفين الما سوره الكوثر نزلت من؟ هي الكوثر الكوثر اللي لابسه الحجاب والعبايه نفسها، واللي هي سيدتنا سيده زينب عافيه، وايضا السيده فاطمه الزهراء عليها السلام. هي الكوثر اسمها، تعرفين بهاي المعلومه؟ عاشت ايدك. اذا هسه عرفتي، اذا سالوك بعد سوره الكوثر منو هي الكوثر تقولين فاطمه الزهراء عليها السلام، وايضا السيده زينب اللي انت لابسه العبايه مثلها ومقتديه بيها. زين ريتاج انت اي صف؟ اول باء. عاشت ايدك الصف الاول. زين تعرفين انه هذه نهايه سنه جديده وراح ندخل سنه جديده ثانيه؟ زين شنو امنياتك؟ شنو دعيتي لما دخلتي للامام؟ قلت يا رب احفظنا. امين رب العالمين، ان شاء الله الله يحفظك يا حبيبتي. خلينا ان شاء الله ايضا نلتقي بطفله اخرى من محافظه كربلاء المقدسه. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك حبيبتي؟ ليان. يا اهلا ومرحبا ليان. ليان انت ويا من جايه؟ ويا امي وابي. الله يحفظهم. زرتي كملتي زياره؟ زين عندك فد شي حافظتي تسمعينا اياه؟
طيارتي أحبها من ورق أصنعها، طيارتي سريعة خيوطها رفيعة، أسحبها فترتفع وفي الهواء فتندفع، رأسها تميل وذيلها طويل، تطير فوق رأسي بعد انتهاء درسي، تطير فوق رأسي بعد انتهاء درسي. الله، هاي الطيارة وين راح تاخذنا؟ وين تردين تطيرين بهاي الطيارة؟ تخيلي يجي فد مكان على السنة الجديدة، وين تدين تطيرين؟ بالمكة. مكة؟ حبيبتي شلون أمنية حلوة. تدرين شنو يسوون بمكة هناك؟ شنو يصلون، يعبدون، شنو يسوون؟ يفترون. عافية، وين يفترون؟ يم المكة. عافية، على الكعبة، الكعبة المشرفة. صحيح، عاشت إيدك، من عطاك هاي المعلومة الحلوة؟ أنا حفظتها. عافية عليا. شتي ياصف؟ أنا تمهيدي. تمهيدي وهيك شطوره، ما شاء الله عليك. ليان الورده شكرا لك، وشكرا لانه طلعتي ويانا بهذا اللقاء، وانت شكلك هم مثل الورده، وراح نجيب لك في الهديه صغيرونه حلوه احجبه. نعم، يا لون تختارين؟ الوردي وهذا ازرق اللي تاج. انت هم لابسه ورد. اذا مشاهدينا بهذا اللقاء ويا البنوتات الحلوات نختم وياكم لنا عوده.